الكيان الصهيوني يشيع بأنه السيد هاشم صفي الدين استشهد. لحد الآن لا يوجد موقف لحزب الله. ما هي معلوماتك؟ دعني أولا أقول لك وبكل صراحة، نحن على المستوى حيث أتواجد، نحن الصدمة الكبرى قد تلقيناها. يعني في أكبر من صدمة استشهاد سماحة السيد؟ عن جد عم بحكي بكل اطمئنان. لا أبدا، واضح. أنا مش عم بحكي مش عم بحكي سياسي، عم بحكي شيء له علاقة وجداني، شيء له علاقة بالثبات. أكبر صدمة وأقوى صدمة بالنسبة إلنا كنا نتوقعها هي استشهاد سماحة السيد، وقد تلقينا هذه الصدمة. كل الصدمات التي تأتي بعد هذه الصدمة بالنسبة إلينا هي عادية. صح، نحن نخسر قائد، نخسر ممكن قائد محور، ممكن نخسر مجاهد، لكن كل هذه الأمور بالنسبة إلينا أصبحت لا أقول عادية بالمعنى العادي الدنيوي، أصبحت عادية بالمعنى العام الجهادي. لأنه أخطر شيء كنا نتوقعه أن يمر علينا واستطعنا أن نتجاوزه، وأعتقد الإسرائيلي بأننا لن نستطيع أن نخرج من صدمة استشهاد سماحة السيد، الحمد لله أننا خرجنا والمقاومون ثابتون. فيما له علاقة بصحة هذا الخبر من عدمه، صراحة حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك أي معلومات دقيقة صدرت عن العلاقات الإعلامية في حزب الله وهي المعنية في هذا الموضوع. لذلك بكل شفافية أنا أقول لك أن الإسرائيلي استهدف مكان هو أعتقد أنه في يعني قاضي الموجودين أو مكان يتواجد فيه أحد. كانت تلك الليلة يعني حتى يعني ما مرينا به في تلك الليلة قبل ليلتين، حتى استخدم القوة التدميرية أكبر كانت من القوة التدميرية التي استخدمها عندما استهدف سماحة السيد. حتى هذه اللحظة هناك أسلوب بدأ يستخدمه حزب الله مرتبط بطبيعة المعركة، مرتبط بطبيعة الاستهدافات. لا يمكن أن إذن فقط تنويه مهم للمتابعين بأنه خذوا أخباركم دائما من حزب الله. عندما يصدر بيان حزب الله فهو الجهة المسؤولة والمخولة وذات المعلومات، أما كل الأخبار الأخرى مصادرها غير معروفة فأرجو أن تهملوها، لأنه إحنا في حرب إعلامية إلها أول وما لها تالي يا عراقيين. أنا أخاطب الجمهور العراقي.